القضيه اللي كاينه في هذا الشيء ديال هذا البيريمي هذا اللي كتصوروا دابا هنايا غير المساله اللي كان هو الدري كان خدام مع الشركات دار فايت السيد ملي دار فايت مشى في حالاته بقات السلعه ديالو هنايا الناس كيجيو كيسولوا على فلوسهم مسكين هو ما بقاش عنده الفلوس باش يعطي للناس ديالو هذا الشيء دابا راه 3 سنين باش سالا باش كان خدام هنايا مسكين مشى وبقى هذاك الشيء سلعته هنايا هذا الشيء اللي كاين راه ما كاين حتى شي حاجه راه ما كيبيع ما والو الدري راه مشى مسكين راه علم بها الله هو اللي مسكين شحال هذيك كان خدام كانوا خدام معاه شحال من واحد كانوا عائلات خدامين معاه ولكن مسكين صافي قدر الله وشاء ما شاء فعل انا مخاوي فين مشى الكونتين المحتوى ديالو ايوا غادي تكون نشوف هذاك الشيء كيفاش مشى ولا الله اعلم المهم بعدا هو كان خدام حنا كنا كنتقداو من عنده هاد الناس كاملين كانوا كيتقداو من عندهم ما كاينش شي واحد كان خدينا من عنده بيريمي ولا نتحدى اي واحد جا قال لك راه كانت عنده شي حاجه بيريمي كان كيبيع الموني للمحلات موني للماكاز وموني للديور المستهلك انا خديت من عنده انا شحال من خاطر خديت من عنده ديطاي وجمله صراحه هي هذه كان كياخذ من الشركه ديال كوكا وديال سيدي علي وعين سيس عين اطلس كاع الشركات المعروفين كان كياخذ من عندهم بالكرو علاش ما تخلص من مسكين راه داو لي الناس داو لي كان كيعطي بنادم الشيكات وملي كيمشي يبغي يعطي الشيكات يدفعهم ما كيخلصوش ملي دار بحال موقع راه طاح مسكين هادشي اللي كاين حنا كنعرفوا الله يعمرها دار صراحه هي هذه ايوا الله يشوف من حاله مسكين وصافي اما هادشي هذا اللي سميتو راه كان محطوط راه كانوا باغيين يحيدوه راه عيطوا لمال الشركات باش يجيو يحيدوهم راه ما جاوش ليهم قال لهم خلصوا داكشي اللي عندهم عاد باش نجيو نحيدو داكشي هادشي اللي عندي انا وعارف ليه وحاضر ليه انا صراحه هي هادي هاي كاينه